العظيم يا رب، كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني التوار مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني مساء الخير او صباح الخير اصدقائي ورفقائي في رحلتي الدراسية. وصلنا الى الملزمة الثامنة، احنا قريبين من ختام الملازم، فخل نبدي. انا الملزمة الثامنة ميزة جوا عندنا الانتي مايكروبيال ايجنت. انتي مايكروبيال ايجنت احنا قريناه قبل. اكو خمس وظائف يسويها، اما انهبيتي سيل وول يعني يدمر الغشاء مال الخلية، الجدار مال الخلية، عندنا سيل ممبرين الغشاء، عندنا البروتين اللي هو البروتين يعني ثبت البروتين، عندنا النوكليك اسيد اللي هو النواة، عندنا ميتابوليك باث واي اللي هو الايض مالتنا يثبت الايض مالتنا. اوكي ننزل 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 ووصلنا عندنا اللي هو البكتيريو ستاتيك اند سايدل. اوكي ستاتيك شنو هو؟ ستاتيك عندنا اربعة، اخذ اربعة اللي هو يثبت، عندنا الفلورو كلورو رامو فينول كول، وعندنا مايكرولايد، وعندنا تتراسايكلين. هذا اني يعني كل السهلات اللي تاخذها. عندنا سايدل اللي هو الامينو جلوكوسايد بيتا لاكتاميت، وعندنا فانكومايوسين ورافوبين اللي هم هذول الكتلون. تمام انزل هنا، اكو هنا فت قصة جميلة اريد اقولها. بس قبل كل شيء الانتي مايكروبيال ريزيستنس هنا المقاومة. اوكي المقاومة عندنا نوعين، عندنا انترستيك وعندك اكوايرد. انترستيك يعني شنو؟ يعني نيتشر يعني طبيعية. تمام اللي هو انيت يعني انيت، اوكي يعني طبيعي. زين شنو هي قصته؟ بس راح اقول لك القصة مالته، انه احنا ريديوس بروبابيليتي، اني اقلل انه يطب ويطلع المواد عن طريق الاوتر ممبرين اللي هو الال بي سي. بس على سبيل المثال راح اذكر لك هاي القصة اللطيفة عن صارت بيها. خل اقرب لك شوية. انا كنت مثل بكتيريا هاي اللطيفة والرائعة، انا لطيف ورائع. اوقف هنا، اوقف بنية اللي هي انتي بايوتيك. هاي فتاة ليست لطيفة، تمام؟ كامش سيف، تخيل بنية كامش سيف. تريد الطب تقتلني، بس انا شنو عندي؟ عندي الاي بي اس اللي هو ال بي اس اللي هو اللي يحميني، اللي هو الاوتر ممبرين ده يحميني. فهذا اني انخلقت بي، يعني هذا الباب اللي يحميني من البنية موجود. تمام نزل جوا عندك الاكوارد ريزيستنس. الاكوارد ريزيستنس اللي هي شنو؟ ما جاية من يعني من ناتشورال، يعني ما جاية من الطبيعي، من وضع طبيعي. فاكو جينيتك ماتيريال، جاية من جينيتك ماتيريال. تمام اكو ترانسفورميشن اللي هو تكوين الجين، عندنا transposition اللي هو جين المكان، وعندنا conjugation اللي هو التزاوج. اوكي هسه مثلا التزاوج شنو؟ مثلا بكتيريا عندها جين وبكتيريا ما عندها، فذب يعني البول مالتها او الخطاف وتيجي تحقنا فد بكتيريا ثانية وتاخذ الجين هذا وهي تكونه عندها. سالفة طويلة، بس هو الconjugated هو هيك بهالطريقة يكون التزاوج من بكتيريات. المهم ننزل جوا، فالاكوارد هسه بهاي الحالة شو يعتبر؟ يعتبر عن طريق شلون نسميه؟ عن طريق اكتساب، يعني لو انت تاخذه من احد، لو انه انت تكونه من المواد مالتك من البيئة مالتك وهكذا. عندنا انتي بايوتيك ريزيستنت، عندنا الناتشرال وعندك الاكوارد. اوكي عندك الناتشرال هو lack of metabolitic. اوكي اكو ضعف او ايا كان بالأيض، مشكلة بالأيض. عندنا هنا الأكوارد، الأكوارد يكون جينيتك ميثود يعني طريقة وراثية. عندنا البايوكيميكال، أوكي أسان مثلا جينيتك دائما أقول عليه طيب، أما البايوكيميكال أقول عليه رانا اللي هي نون جينيتك. تمام جينيتك يعني أكو طفرات، أكو كروموسومال ميثود وأكو موتيويشن يعني طفرة. أول واحد طفرة، طيب يحب الطفرات. عندنا كروموسوم زايد اللي هو الاكسترا كروموسوم اللي هو شنو اسمه؟ بلازموديوم. هذا راح اقول لك اياه، تعرف ليش راح اقول لك اياه؟ بعدين راح اقول لك ليش. تمام عندنا هنا نون جينيتك اللي هو شنو؟ برودوس انزيم، اكو انتاج الانزيم، اكو يعد روابط، يعدل روابط اللي هو موديفاي تارجت سيت.
وعندنا شنو alternative، طرق بديلة، pathway، طرق بديلة. تمام، انزل جواني. بعدنا mechanism of resistance. اوكي، عندك develop. تمام، مثل شنو lack of uptake، يعني قل limit of uptake، يعني انه تقليل تعاطي الادوية. عندنا modified اللي هو تعديل الدواء. عندنا inactive of drug اللي هو تثبيت الدواء. وعندنا اخير وحده active the efflux اللي هو تنشيط المضخه. اوكي، هذان كل واحده راح نمشي عليه، بس هنا هذا الخليط كله راح افسر لك اياه. هنا الجرام نيجاتيف عندهن هذان كليته بالبكتيريا ريزيستنس، بس البوزيتيف لا، عنده بس ليميت اوبتيك وعنده اكتيفيت افلوكس، وهاي المضخه عنده بس هاي شغلتين، تنشيط مضخه وتقليل تعاطي الادويه، وهاي بس هاي شغلتي. نزل جوا على الميكانيزم. الميكانيزم يشرح لك النقاط هذني الثلاثة. أول نقطة احنا شرحناها اللي شنو البروبابيلتي أو شنو الأبتيك، هاي معناها أبتيك يعني تقليل الأبتيك مالتنا. ثاني شيء موديفايد، نعدل الست مالتنا غيره، أو منا مكتوب إيه موديفايد. نزل جوا ان هنا بامب اوت. بامب اوت يعني شنو؟ العفو مو بامب اوت، اكتيفيت ان اكتيفيت، هنا ايش مكتوب؟ ان اكتيفيت دراج، يعني ثبت الدواء. تمام، هنا شنو بامب اوت؟ يعني نطلع المواد السامه من الجسم مالتنا، او توكسيك، مو الجسم مالتنا، جسم البكتيريا، يعني البكتيريا تطلع اشياء من عندها. تمام، عندنا ليميتيشن اوف ابتيك. اوكي، ما احتاج اشرح لك انه الناتشرال الوضع الطبيعي اللي هو اللي هو شنو ability to limit the uptake of drug or microbe، يعني شنو يعني اقلل من تعاطي هذا الدواء. مثلا اني هاتني هذا، عندي هاي ال LPS مالتي، يعني outer membrane gram negative bacteria، اني لطيف وعندي تخيل جناح مال فراشه، تتخيل انا ايش قد لطيف، بس هاي البنيه شريره وغير لطيفه، فتاه غير لطيفه، كامشه سيف تريد تقضي عليها، هي هاي انتيبايوتيك، بس اني بكتيريا، اني لطيف. اوكي، فاني شو اسوي؟ اروح احمي روحي منها، اروح ابتعد عنها، او ما اخذ الاشياء منها، فاخلي هذا الامبرميبيليتي النفاذيه على مود شنو ما اخذ منها. تمام، ننزل جوا. تو مين واي، اوكي، تو ابتيك. عندنا طريقتين، اما عن طريق طفره اللي هي شنو هنا راح يصير اكواير اللي هو طيب. تمام، وعندنا poor present يعني الثقوب، اكو ثقوب نقول نعبر بها مواد. تمام، عندنا هنا البكتيريا جرام بكتيريا. اوكي، جرام نيجاتيف بكتيريا مثل شنو؟ مثل سيوديومونس انتروبوك، هاي وهاي الادويه تشتغل عليها. عندنا جرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف عندنا بالاورس فشاله، الأوريس خلى يتطور بإيش؟ بالفانكومايوسين، يعني ستافيلو أوريس اتطورت وصار عندها مقاومة ضد الفانكومايوسين. تمام، يابا الفانكوماي الستافيلو أوريس سوى thick cell wall to difficult drug enter the cell، يعني سوت في الجدار كلش قوي على مود الانتيبايوتيك ما يطب جوا، او الدواء ما يطب جوا. فانا راح امثلك اياه هنا. هسه مثلا هذا انسان عادي، هذا بكتيريا طبيعيه، قلبه صار غشاء واحد، فكل السهل انه تطب بنيه منه وتطلع منه بنيه، فا اوكي يعني هذا الشيء كلش بسيط. بس انا قلبي كبكتيريا يعني مثل ستافيلو اوريس، يعني هسه حاليا اصفر وذهبي وحلو، المهم فاكون قلبي يعني ثخين شويه. ليش؟ لان مو بكل سهوله واحد يطب، شيء كل صعب، فلازم قلبك يكون ثخين، يعني شلون ثخين. تمام، فالأوريس طورت روحها وخلت الفانكومايسين بعد ما يطب لها، حلو، بعد ما خليها تطب. عندنا modification of target of drug target. تمام، عندنا هنا resistance to beta lactamate، عندنا alternative in structure، حلو، اللي هي شنو؟ عندنا طرق نغير بها structure مالتنا. اول شيء اللي هو number of bonding، حلو، المودفايد اللي هي يعني اللي يرتبط وياه، يعني الدواء مو يرتبط وياه في مكان، فاحنا شنسوي؟ نزيد عدد ال نغير عدد ال
عدد الباندينج انا ما يرتبط ويانا، هاي واحد. اثنين العفو change the bonding، يعني انتظر ثواني alternative structure، ها نغير structure، لا لا مو هاي. اوكي ثواني alternative in the structure or number of bonding. حلو با اي اوكي كمل. عندنا ثاني شيء هو change of number، نغير الرقم مالتنا. change on the structure، نغير الشكل مالتنا مال bonding مالتنا يعني الرابط. اوكي بقى كل ما زاد البي bonding البواري هم تزيد وياه، تمام؟ يعني الدراج ما تقدر تطب جوا. نغير الشكل على ما حديد، هسه مثلا هو مثل المفتاح، يعني مثل قفل مفتاح البي بي باندنج اللي هو قفل، فانت من تغير القفل فالناس ما راح يقدرون يطبون عندك، انت من تزيد اقفال عندك الناس ما يقدرون يطبوا لك، انت من تغير شكل القفل مالتك ما حد راح يقدر يطب، تمام؟ عندنا هنا انا لخصت هنا جيليكو بيبتيدو جلاكان وين يشتغل على السيرول، اما الليبو يشتغل على الغشاء السيل ممبرين، تمام؟ يعني هذا ثبط الجدار وهذا ثبط الغشاء. نزل جوا عندنا ريزيستنس تو فانكومايوسين. اوكي يا خريط اوفك منه. عندك هنا الجين. اوكي اكو جين هنا، طيب بقى شو يسوي الفانو جين؟ الفان جين شو يسوي؟ change in the structure، يغير الشكل مال مينيمال جيكو فلوبسايد، يعني شنو؟ يغير الرابط مالته او البي بي باندينج، فهذا الجين يغير الستراكتشر، تمام؟ يب هذا الجين شو يسوي؟ هذا حلو inhibitate bonding of calcium or cell membrane، inhibitate cell membrane ما يخلي الكالسيوم يطب جوه فيثبطه، تمام؟ ننزل جوا عندنا شنو؟ الرايبوسوميال ماتشويشن اللي هو شنو؟ الطفرة الرايبوسومية عن طريق هذا ايرم جين، الطفرة الرايبوسومية تحصل عن طريق الايرم جين، تمام؟ عندنا ماتشويشن اوكي خريط يعني دين عاد المعلومات. ننزل جوا عندنا الانكتيفيت اوف ذا دراج، الانكتيفيت عندنا طريقتين، عندنا عن طريق التفكيك اللي هو degradation of the drug or the transfer the chemical group. التفكيك اللي هو شنو؟ عن طريق البيتا لاكتاميز، حلو؟ يعني البيتا لاكتاميز يطب هو انزيم يفكك لك الأمة محمد كله، يفكك لك الدواء. عندنا نقل الكيميائي اللي هو chemical group اللي هو شنو؟ acetyl group، هذا acetyl group يطب يمر على الدواء ويطلع او يغير صيغته. البيتا لاكتاميت عنده فد جين، هنا عند احكي اللي قلته هنا، البيتا لاكتاميت عنده فد جين اللي هو تيكس جين او تيتك بالراس، تيتك جين، حلو. عندنا هنا الكيميكال جروب اللي هو شنو؟ ان اكتيفيت ذا ترانسفور اوف كيميكال جروب، نفس اللي مكتوب هنا. شو يسوي؟ اكو الاسيتيل جروب مثل ما ذكرته هنا، هو هذا اللي يغيره. نزل جوا عندنا الإفلكس، الإفلكس هي المضخة، عندنا chemical encoding gene هو شنو؟ chromosomal encoding gene، هي عن طريقة كروموسومية بالجينات، يعني المضخات تعتمد على كروموسوم على الجين. زين شو تسوي؟ شنو الفاكشن مالتها؟ شنو الوظيفة الأساسية مالتها؟ هاي يعني وظيفة release، تقدر تقول release of toxic substance، يعني المواد السامة نقعد نضخها من البكتيريا، يعني البكتيريا تضخ المواد السامة اللي بتلعتها من الدواء. نزل جوا مو مهم حلو. عندنا هنا flex bomb found in gram positive، حلو، موجودة بالgram positive الflex bomb، يعني هم بالpositive هم بالnegative مثل ما ذكرتها بفوق. عندنا gram negative gram positive flex bomb no cure no plasmodium، but gram positive ما عنده plasmodium. اذا تذكر plasmodium كان extra cellular، لان اذا اجيتي بالامتحان وما عرفتوها تعرفون شو راح يصير. الولية هي التي تولول على جوزها لما يموت. تقول يا خرابي يا خرابي اختي يا خرابي اختي يا خرابي اختي
بس يا مزكي حتموتي نفسك يا حلو. عندك reflex bomb found in the gram negative تمام اوكي يعيدوا يسقلب المعلومات. حلو هنا شنو الفرق بين الميكروب انتيبايوتيك والميكروبيال ريزيستنس؟ حلو هنا هذا caused by the microbe resistance, resistance caused by microbe. اما الانتيبايوتيك اللي هو treat bacteria يعني treat infection of bacteria. هاي انا هنا هذني دي نعيدك اياهن يعني عادلك اياهن هي والادوية مالتين كل واحدة اخذ اثنين منها تهتم مثلا.